السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان مع بعض ازاي نتحكم في الريلينج اللي على السلالم. طبعا الريلينج ينفع تحط على السلالم، اللي تحط على الفلور، تحط في اي مكان، مفيش اي مشكلة خالص. طيب اهو انا بعمل الستير، اوكي، هو اوتوماتيك بيحط الريلينج على الاجنب بالشكل دوت. طيب لو جينا نشوف الستير دوت، عملنا عليه سيلكت وقلت له ايديت. طيب هنيجي نسمع هنا اول واحدة ريل ستراكشر، ده الريلينج اللي هي الاجزاء ديت. لو انت جيت كده لغيتهم كلهم وقلت له ابلاي، اوكي ابلاي، لا كله ما عدا التوب، لان التوب ده اللي هو موجود هنا، تمام. ده الوحيد اللي موجود دلوقتي. لو احنا دخلنا وعايزين نضيف واحد جديد اقول له ايه ايديت، تقدر تكتب اي اسم هنا، تقدر تكتب الارتفاع مثلا 400، الاوست قد ايه، البروفايل تقدر تختار البروفايل اللي انت عايزه بالشكل دوت، او تقدر تضيف واحد تاني على ارتفاع مثلا 600، البروفايل تقدر تختار البروفايل برضه اللي انت عايزه بالشكل دوت. طيب الاجزاء ديت الستر بليسمنت اللي هي الرأسية، لو دخلت هنا تقدر تتحكم فيهم، ده المين بتن وده البوست. ممكن تقول له انا عايز الحاجة تبقى معتمدة على التريد اون ستير، اوكي. ممكن تختار هاند ريل بالشكل دوت، تيجي تقول له انا عايز البوزيشن بتاعه مثلا ليفت اند رايت، او ليفت بس او رايت بس زي ما انت عايز. ممكن تقول له بعد كده انا عايز التايب بتاعه مثلا وول ماونت، او ممكن يبقى فيه فلور ماونت. انا اخترت اللي هو الريكتانجل اهوت، ده هيبقى هيضيف لي فوق كده هاند ريل بالشكل دوت. لو انت لاحظت هتلاقي ان هو ضاف لي حاجات مساعدة اهيت، وهاند ريل اهوت فوق جنب اعلى الريلينج بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اخفي جزء معين او الغي جزء معين، تنزل تعمل سيلكت، تدخل اديت طيب وتلغي الجزء دوت، او ان انت تقرب منه وتدوس تاب لحد ما تعمل سيلكت على الجزء اللي انت عايزه، تمام. مثلا الجزء دوت انت مش عايزه، اول حاجه تروح فاكك لامبين وتقول له ديليت كده انت خفته خالص، او تعمل سيلكت وتدوس تاب، وممكن تعمل له هايت لو انت عايز تخفيه بس مش عايز تخفيه. هايت هيظهر في باقي الفيديوهات، يعني يظهر في السكشن في البلاير وهكذا.